ترامب يمدح بوتين: هذا الرجل عبقري. وفاة ملكة جمال أمريكية في ظروف غامضة. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بحذف كل أغانيه. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. في الوقت الذي هاجم فيه جو بايدن نظيره الروسي لاعترافه باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا، وصف دونالد ترامب خطوة بوتين بالعمل العبقري. الرئيس الأمريكي السابق اعتبر خلال مقابلة إذاعية تحركات وتكتيكات الرئيس الروسي بأنها ذكية، واصفا العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على موسكو بالضعيفة. وأضاف ترامب أن بوتين ازداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز، مؤكدا أن الأزمة الأوكرانية ما كانت لتحدث في ظل إدارته للبيت الأبيض. بعيدا عن عالم السياسة، أثارت كيت ميدلتون تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا بمقطع فيديو يظهر تصرفا عفويا منها، وذلك خلال زيارتها للعاصمة الدنماركية. دوقة كامبريدج ظهرت في الفيديو وهي تجرب لعبة الزحليقة الشهيرة في أحد مراكز تعليم الأطفال بكوبنهاجن، معلقة على المقطع بالقول: التعليم الممتع داخل مختبر اللعب، مضيفة أن التعليم الممتع يعد عنصرا أساسيا لنمو الأطفال وتطورهم، فيما وصف ذلك مغردون بل وصفها مغردون بالإنسانة الرائعة، أما آخرون فتوقعوا أن تكون الملكة القادمة. بعد 8 أيام على دخولها في غيبوبة، توفيت ملكة جمال ألاباما لعام 2021 زوي بيثل، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة. عائلة بيثل أعلنت عبر إنستغرام أن زوي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة حادث، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حول الحادث أو دوافعه، فيما أكدت وسائل إعلام في ميامي أن التحقيقات أفادت بأنها توفيت متأثرة بإصابتها أثناء محاولتها إنهاء حياتها قبل نحو أسبوع عبر القفز من نافذة الطابق الثالث. ضجت مواقع التواصل بخبر حذف الفنان عمرو دياب كل أغانيه من قناته الرسمية في موقع يوتيوب باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية. خبر الحذف أثار تساؤلات عديدة وتكهنات حول تحضير النجم المصري لمفاجأة جديدة سيعلن عنها خلال الساعات المقبلة، خصوصا وأن ناشطين قالوا إن الأغاني تم إخفاؤها ولم يتم حذفها، فيما لم يصدر عمرو دياب أو لم يصدر بالمطلق أي بيان منه أو من فريقه حول ما حدث. في خبرنا الأخير الذي قد يصدم الكثيرين، أعلنت دار كريستيز الشهيرة للمزادات طرح 66 قطعة من كوكب المريخ للبيع، فيما توقع متخصصون بأن يصل سعر أحد القطع إلى 800,000 دولار. المزاد الذي وصف بالأغرب في العالم تضمن أيضا عرض بيت للكلاب للبيع دمرته ضربة لنيزك قادم من الفضاء الخارجي في كوستاريكا عام 2019، فيما من المتوقع أن يصل سعر هذا البيت إلى نحو 300,000 دولار.